لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدينا عبر قناة الإيمان الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حتى يغير. حلقة اليوم أحبائي الكرام بعنوان الحياة تجربة، وفيها نقول اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، مثل قديم يصح في مكان ولا يصح في مكان آخر، وربما يصح دائما وفق رأي البعض. التجربة أعزائي الكرام حياة، والحياة تجربة، والتجربة هي التي تميز كل إنسان عن الآخر، وهي حكما مختلفة بين إنسان وآخر تبعا لشخصية كل واحد وطريقة تفكيره وظروفه. حياتنا أحبائي الكرام عبارة عن تجارب منوعة في كل مراحل العمر تبني شخصيتنا وتطورنا أو تحبطنا وتكسرنا. من هنا خصصنا حلقة اليوم للحديث على أو حول معنى التجارب ودورها في بناء شخصية الفرد وتطويرها وآليات خوضها وسبل مواجهة تحدياتها بنجاح مع مدربة التنمية الذاتية أماني بدران. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شرفتينا بإذاعة البشائر وشاشة الإيمان، أهلا وسهلا. اليوم عم نحكي عن موضوع يعني فضفاض وواسع ومتشعب جدا وهيك جميل، لأنه بمحل معين بيلمسنا كلنا وبيلمس واقعنا كلنا. لما نحكي عن تجربة حياة أو الحياة تجربة أو كتلة تجارب أو مجموعة تجارب، عن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن أزمة عم نمرق فيها، هي تجربة أو مشكلة أو هيك مهمة، ولا لا كل شيء بالحياة هو تجربة؟ شو تعريفها؟ صح، مثل ما تفضلت بالمقدمة عم بتقولي الحياة هي عبارة عن تجربة والتجارب هي حياة، يعني العكس صحيح. ما فينا نحددها بأنه التجربة ممكن تكون مشكلة أو شيء سلبي أو لا، لا التجربة هي كل شيء بيمرق معنا بحياتنا من دون استثناء. ممكن تكون تجارب صغيرة، ممكن تجارب كبيرة، ممكن إلها فعالية كتير علينا، ممكن تجربة عابرة بتمرق وبتقطع ما إلها التأثير الكتير كبير. بس هي الفكرة أنه أي شيء نحن منخوضه بالحياة، أي شيء نحن منخطي عليه بالحياة هو تجربة، هو تجربة نحن عم نجربها، يعني من أبسط الأمور بحياتنا اليومية لا يعني أكبر الأمور. فينا أنا أكون عم جرب يعني مثلا ما بعرف شيء قطعة التياب، فينا أنا أكون عم جرب ستايل معين، فينا أنا أكون عم جرب خوض بالحياة تجربة عميقة، تجربة تأثر على حياتي، تجربة هي تكون الخط اللي أنا بدي أمشي فيه بالحياة. ففينا نحكي عن أصغر تجربة بحياتنا اليومية لأكبر تجربة، واللي بتترك ممكن مشوار معين عم نظهره هو تجربة بحد ذاته. صح، يمكن تكون تجربة جديدة أنه والله أنا أول مرة بروح بسبح مثلا، فهيدي تجربة أنا عم جربها، يمكن تعجبني ويمكن ما تعجبني. فوقس على ذلك منصير يعني نحكي قديش في تجارب مهمة وقديش في تجارب بسيطة، قديش تجارب بتترك أثر كتير عميق فينا، قديش في تجارب بتمرق مرور القرام يعني وما ننتبه لها أصلا. هون صح. السؤال التالي يعني استبقتي الأمر، وهذا أمر يعني دائما بنشعر دائما بنشعره أنه أوقات منمر بتجارب وما ندرك أنه عم نمر بتجارب، يعني صح. شو السبب؟ صح، هيدي هي اللي كنت أقول لك إياها هلأ. إذا أنت بتجي بتفكري أنه أنا بشو مرق بتجارب أو أنا شو جربت بهالحياة، يعني ما في عندي أبدا هالتجربة، بس هو بالحقيقة نحن كل خطوة عم نخطيها هي تجربة بهالحياة، يمكن تجربة عم تتكرر، يمكن تجربة أول مرة بتصير معنا بحياتنا. لهيك ما فيك تقولي أنا أنه شو عم بعمل، هي أصلا باللاوعي تبعنا إحنا ما بنكون مركزين أنه أنا هيدا الشيء اللي عم بعمله هو تجربة أو لا. بس لما بنستوقف شوي حالنا للحظات ومنفكر أنه أنا شو عم بعمل، فهون أنا بكون عم بعرف حالي أنا عم بخوض هلأ تجربة جديدة، أنا لا عم كرر تجربة صارت معي قبل، أنا عم بجرب شيء معين. يعني نحن ما بنكون منتبهين اصلا، يعني نعم. هلا يمكن الحديث انا وياكي هو تجربه جديده لإلي، يمكن قاعدين نحن عم نحكي عم نتناقش، هاي انا تجربه جديده عم خوضها، يمكن تكون ناجحه يمكن تكون فاشله، يمكن تتكرر يمكن ما تتكرر، بس نحن ما بنكون منتبهين. هيدي هي بس الفكره، احنا مش ملتفتين اصلا انه نحن ما بنوقف مو انا هلا شو عم بعمل، انا عم بعمل تجربه، لا هي الحياه عم تمشي اصلا ومن ضمنها عم يمرق هيدي التجارب بحياتنا اللي هن بيعملوا لنا
يعني شخصيتنا بيبنوا شخصيتنا على كل هن بيكونوا لنا شخصيتنا عم يتراكموا يتراكموا وبتطلع شخصيتنا بالاخر نتيجه التجارب اللي نحن مرينا فيها. دائما بنربط التجربه نحن بامر سلبي، هذا للاسف قافه دائما بنحكي عنها بحتى يغيروا بمواضيع كثيره. التفكير السلبي طاغي علينا، يمكن على الازمات اللي مرقنا فيها، يمكن على طبيعه تربيتنا البيتيه، يمكن على جيناتنا، يمكن بيمرق معنا تجارب صعبه كمان، كله بيلعب دور. والتجارب صعبه، نحن بلبنان يعني كثير مرقنا بقصص صعبه ولا نزال. لا لا مش شرط. ليش بنربطها بالاشياء السلبيه؟ انت تجربه على طول تجربه قاسيه، يمكن لانه عقلنا مبرمج على هذا الشيء. مثل ما تفضلت انه نحن الظروف اللي عم نعيشها، الاشياء الصعبه، نحن كل يوم بنفيق الصبح عارفين شو ناطرنا اليوم، ستريس وضغط ومشاكل، يعني تعودنا على هيدي الاشياء. بس مش هيك، مش مزبوط. يعني قد ايه في تجارب ناجحه اذا نحن بدنا نيجي نضوي عليها؟ تجارب زوجيه ناجحه، تجارب بالعمل ناجحه، تجارب بالتعليم، يعني بالتعلم، في تجارب كثير بحياتنا وكل شخص موجوده عنده. انتبهي، قد ما كانت الشخص حياته صعبه او عم بيعيش بحاله كثير صعبه، الا ما يكون في عنده تجربه حلوه بهالحياه، ولازم هو اصلا يفتش عليها. يعني شوف انا وين تجربتي الحلوه، يمكن تجربه السكن بهالمنطقه المعينه هي تجربه حلوه بين هالبيئه اللي انا ساكنه فيها، يمكن اني انا خلقت بهيدي العائله، هيدي تجربه حلوه. هلا اكيد بيجي مشاكل، بيجي مصاعب، بيجي عقبات. طبيعه الحياه نحن لازم ندرك كثير منيح، نحن يعني مني وبالجر مثل ما بيقولوا، صح. لازم ندرك انه الحياه طبيعي تكون حلوه ومره، يعني هذه طبيعه الحياه والتكوين، يعني تكوين يعني الكون، طبيعه الكون. صح. ما هو احنا مش ما نقول انه لا كل شيء ايجابي وكل شيء حلو، لا، في امور ايجابيه وفي امور سلبيه، في تجارب نحن ممكن نخوضها رح تكون ناجحه ومميزه وتترك اثر كثير حلو، وفي تجارب يمكن نحن نخوضها حتكون سلبيه وحتكون فاشله وحتترك اثر سيء علينا. هلا دائما نربط استاذي اماني انه الامر انه التعلم، اذا بدك يعني بالتجربه السلبيه لنتعلم منها، يعني ما بنربط التعلم بالتجربه الايجابيه، وهذه نقطه هيك او ثغره كثير كبيره، هيدي اللي احنا تعودنا عليها. لازم ناخذ التجربه الحلوه اشياء كثيره كمان. صح صح. هي هيدي اللي دائما بيرددوها اهلنا، انه انت لازم تتعلم من اغلاطك. انه ليش انا ما بتعلم من نجاحاتي مثلا؟ بصير بزيد هيدي النجاحات، ليش انا ما بتعلم من تجربه حلوه صارت معي؟ بتعلم منها مشان كررها ومشان عدل عليها مشان تصير مسار بحياتي. حلو كثير. قلت ليش نحن بس بنفكر مثل ما تفضلتي انه التجربه هي سيئه، مرقت انا بتجربه سيئه لازم اتعلم وما كررها. طب وين التجربه الناجحه اللي مرقت فيهم؟ ما في ولا اي تجربه ناجحه؟ مستحيل. أكيد لا، أكيد مستحيل، بدنا نضوي عليهم 100%. طيب منفرق شوي بين انه مفهوم التجربه والمغامره. كنا قبل الهوا عم بسالك يعني انه دائما هالتجربه هل هي مغامره؟ وين بتشبه المغامره؟ وين بتختلف عنها؟ اوقات هيدي التجربه اذا نحن ما كنا دارسينها صح وما كنا مفكرين صح واخدين ابعادها ممكن تكون مغامره، لانه نحن يعني هي المغامره شو؟ انه انت مش عارفه لوين رايحه، يمكن تهور يعني. هيدي هلا اوقات تكون هيدي المغامرات، هن اكثريه المغامرات اللي نحن بنشوفهم وبنعرفهم بيكونوا بمثابه تهور، واوقات بيكونوا ناجحين، واوقات بيؤدوا لمشاكل كثير كبيره. ففي فرق بين التجربه وبين المغامره. المغامره انت عم بتخوضي شيء جديد، والتجربه كمان بتكوني عم بتخوضي شيء جديد، ولكن المغامره هو شيء مش مدروس ومش عارفه نتائجه لوين بده يوصلك. اما التجربه هو انت يا اما عم بتكرري شيء انت عملتيه بحياتك، يا اما شيء غيرك عمله، يا اما انت عم تدرسي او عم تخطي خطوه جديده ولكن مع دراسه. مش هيك عم نقول عم تدرسي خطوه جديده لتكون بمثابه تجربه بحياتك. اذا بدنا نسال انطلاقا من عنوان الحلقه، التجربه حياه او الحياه تجربه، وين بتلاقي انت الاصح يعني بينها، يعني بين هالمفهومين؟ اذا بدك انا بحس فينا نحكي عن اثنين، يعني انت اصلا هيدي الحياه اللي عم تخوضيها هي تجربه. هي انت تجربه موجوده فيها بقلب هيدي التجربه انت بالحياه. وبنفس الوقت كل شيء عم يمرق بهيدا الحياه عم بيكون تجربه، يعني اثنيناتهم بينعكسوا على بعضهم نفس الشيء، بيكملوا لأنه بعض. لانه يعني انت هلا اذا انت موجوده بمكان معين انت تحت التجربه، نفس الشيء هالحياه خلينا نعتبرها شيء هيك مصغر، انت هلا عم تمرقي هون بممر معين بتجارب معينه، تمرقي لا توصلي لبعدين. اخر شيء بنحدد نحن اذا انت كانت تجاربك بهالحياه ناجحه او فاشله، وعلى اساسها تبنى بتقولي انا حياتي كانت فاشله، نتيجه شو؟ نتيجه التجارب السيئه يمكن اللي مرقتي فيها واللي ضليتك تعيديهم وتكرريهم وغرقتي فيهم. والعكس صحيح، لما بتلاقي أوقات أشخاص بتقولي حياتهم ناجحة، على أي أساس؟ على التجارب اللي مرقوا فيها، اللي هي دايما كانت تجارب عم تتكرر ناجحة. هلا أكيد بنحكي بعدين ليش كانت هالتجارب ناجحة بناء على شو، يعني أنا كيف فيني أخلي التجربة في مؤشرات بتخبرنا 100% 100%. ما فينا نقول أنا يعني أنا مبخوت تجربة، أكيد أنا بدي إياها تكون ناجحة، هيدا تحصيل حاصل، ما في حدا بيتمنى تكون هالتجربة فاشلة، ولكن أنا النجاح بدي أبنيه على قصص ثابتة، بدي أعرف أنا هيدا النجاح على شو بده يبنى.
يعني أنا شو عملت لحتى تكون هيدا التجربة ناجحة؟ شو عملت؟ يمكن أنا بنظر هيدا ناجح، بنظر غيري لا مش ناجح، أو بال يعني بمحلات معينة. صح صح، هي أصلا بالحياة كل شيء أنت نسبة. بتعمليه أنت بنظرك أنه هيدا نجاح وهيدا الشيء مهم لإلك، بنظر الغير لا، لأنه حسب أولويات كل شخص. يعني كل شخص بيحدد أولوياته بالحياة. أنت شو أولوياتك بدك تشتغلي عليها؟ لما أنت بتوصلي لهم بتكوني نجحتي. هلا غيرك شو محدد اولوياته؟ في ناس اولوياتها العلم وانها توصل وتشتغل، ناس اولوياتها تتزوج وتكون عائله، فبتختلف الاولويات، وفيها بنفس الوقت تكون اولوياتنا هي اثنين سوا ونعمل توازن بين الاثنين. بنروح شوي على شق انه التجربه واهميتها ووظيفتها بحياتنا نحن، يعني ببناء شخصيتنا. هلا طبعا عنوان عريض جدا يعني صح. بس كيف التجربه بتساهم ببناء شخصيتنا؟ هي اللي قبل شوي قلناها نحن، انه انت تكرار التجارب اللي بتصير معك، لما بتكون دائما هيدي التجارب عم تفشل، تفشل بكل المجالات. يعني اذا انت فشلتي بتجربة العلم، رحتي على عمل كمان فشلتي بهيدي التجربة، غيرتي شيء تاني، رحتي على زواج فشلتي بالزواج، فأنت بتكون براسك أنه أنا كل تجربة بالحياة فاشلة، أنه أنا حياتي فاشلة، أنا إنسان فاشل. 100% والعكس صحيح. لا نحن بدنا نوازن، يعني أنا ممكن أفشل بعلاقة الزوجية، ممكن أفشل، فأنا إذا فشلت هيدي العلاقة عال ممكن أرجع أخوض تجربة جديدة، أتعلم من أخطائي بالتجربة الأولى. وين كان الخطأ؟ أنا ليش فشلت بهيدي التجربة؟ السبب أنا، السبب الشريك، وكل الأمور فينا نقيسها. نفس الشيء أنا ممكن روح أتسجل بالجامعة اختصاص معين ما أنجح فيه، مش معناتها أنه أنا مني شاطرة، أنه أنا غبية، أنا ممكن أنا الاختصاص ما بيناسبني 100%، أنا يمكن هيدا مش اختصاصي يعني. مش أنا اللي بدي، ما لقيت حالي فيه، فيني روح أغيره. وعلى فكرة في كتير ناس صارت معهم يعني بيتسجلوا اختصاص وبيخلصوا، وبنفس الوقت بيكونوا عم بيخلصوا على الحفة على الحفة ومنهم مرتاحين ومنهم مبسوطين، بتلاقيهم بعد 10 سنين راحوا عملوا اختصاص تاني، لقوا شغفهم بهذا، نجحوا فيه 100%، وكانوا مميزين لأنه هو هيدا الشيء اللي هني بالدنيا. نحن مشكلتنا منتأثر بالمجتمع، يعني من نحن وصغار انه انت بتربي بدك تتسجلي اختصاص 1 2 3، الاختصاص الناجح هو انه انت تعملي طب هندسه، يعني يعني قتلتنا المظاهر اذا 100% يعني. طب تعرف شو بقول لك، انا مثلا بدي اعمل تمثيل، لا شو تمثيل شو هيدي عيب، ايه يعني انه بنحط مصطلحات انه عيب او ما فيها شغل، او ما هيدا علم كمان، او مثلا دكتور يعني شيء افهم، وعم تدرس انه اختصاص يعني مهندس او دكتور، يعني علما انه يمكن هذا مين قال انه هيدا الاختصاص مهم وهيدا الاختصاص مش مهم. ما نحن بحياتنا عم نحتاج كل الاختصاصات، او حتى وقت بضمن الاختصاص انه انا والله بدي اعمل طب جراحة، او انا بدي اعمل طب عام، انه بصير بس بدي اكتفي بالطب العام، انه ما انت طبيب وانت عم بتفيد بمكان معين بناحية معينة، شو مكان اختصاصك، شو مكان، طالما انت ناجح رح تكون ناجح. شغلة اساسية انه نحن اللي بدنا نعمله، نحن اللي حابين نعمله، مش مثل ما بدهن الناس. يعني انه نحن للاسف نتبع هيك المظاهر، نتبع انه الراي العام اللي حوالينا اذا بدك يعني، او راي لا هيك محيطنا. نوصل بعدين لمرحله بنلاقي نحن تجربتنا اللي خضناها فاشله، شو سبب الفشل؟ ليه انا فشلت بهيدي التجربه؟ لانه اصلا من الاساس انا ما كان بدي خوضها. يعني انت عم تتخيل انت رايحه على مطرح انت ما بدك تروحي عليه، طب شو بتتوقع تكون النتيجه؟ واوقات على فكره بالعكس، يعني اوقات بتكوني انت الشيء ما بدك تعمليه، بيجبروك تعمليه لانه انت بتجهلي هيدا الشيء، لما بتعمليه بعدين بتكتشفي لا انه والله حلو. ما هيدي الافكار اللي احنا بنكون حاطينها براسنا انه انا ما بدي، مشان هيك لازم الانسان يكون مرن حتى بينه وبين حاله، شو بدي انا بالتعاطي مع العالم، بينه وبين حاله بافكاره تكون هالافكار مرنه، انه انا مش بس حط براسي انا بدي اعمل هيك، طب انت يمكن ما تزبط معك هيدي الشغله، شو الحل، شو البديل اللي انت حاطه؟ في اختبار لشخصيتنا، في اختبار لمهاراتنا، في اختبار لشو بنحب، في توجيه. يعني هيدي الايام اذا قصد الانسان عبر الانترنت والبرامج الكتيرة والتطبيقات الكتيرة بيقدر يعرف، صحيح، وبيقدر يسأل متخصصين. اليوم الأمر متاح غير قبل، قبل كان يقولوا له للطفل أنه بدك تعمل هيك تعمل هيك خلص، أو للولد يعني يكبر بعدين بيكتشف أنه في كتير إشياء. نحن هلأ صار كل شيء متاح قدامنا، كل شيء صار معروف، صار في عنا اختصاصات جديدة، مجالات جديدة، تجارب جديدة ما حدا كان خايضها قبل. يعني قبل بدك تحكي يمكن 30 سنة 40 سنة كان في أشياء أول مرة هني بجربوها، نحن هلأ عم نبني على كتير تجارب سابقة، بنشوف نحن شو صار قبل بهيدا التجربة نجحت، أوكي بنمشي فيها ومنطورها. بس قد عم تحسي اليوم عذرا عن المقاطعة بهيدا النقطة تحديدا، قد عم تحسي إنه دفع المعلومات لنا عبر الإنترنت وعبر كتير تطبيقات يعني عم نقدر عن جد نختار، خصوصي أبنائنا يعني عم نحكي نحن قد عم يقدروا يختاروا صح، يعني عم نشوفوا حياة مثالية على هذه الوسائل، وهن لا تجارب مثالية إذا بدنا نحدد أكتر بالحلقة.
عم بيضيعوا. في دراسة مرة سمعتها، لا مش كتير حافظتها منيح، عم بيقولوا انه جابوا مجموعتين وقسموهن، هيدا المجموعة عطوها خيار واحد تقوم فيه عملته، هيدا المجموعة عطوها عدة خيارات. لقوا المجموعة اللي عطوها خيار واحد عملته كانت ناجحة كتير فيه، أما المجموعة التانية اللي عطوها عدة خيارات كانت ضايعة شوي. يعني هيدا هيدا اللي بيطبق على الحكي اللي انت عم بتقولي، بس بنفس الوقت مش غلط، ما نحن بدنا نكون عندنا الوعي، نحن ما بدنا نضيع. يعني انا بدي الحق هيدا والحق هيدا والحق هيدا، انا بدي حدد خط لإلي، وبناء على الخط اللي انا بدي امشي فيه بدي اشوف، بدي يصير اطلع يمين شمال شو التجارب اللي صارت بهيدا المجال، وين في كان نجاح وين كان في فشل، وانا بتعلم. اليوم مشكله الناس عم بيقلدوا هيك على العميان، يعني صحيح. تجارب الاخرين هلا بنحكي عنها بسياق الحلقه كمان، هيدا هي مساوئ السوشيال ميديا، قديش فينا نسقطها علينا. يعني مش كل شيء انا بتعمله لنقول استاذي اماني او بشوفه تجربتها على الفيسبوك، صحيح. اوكي ممكن تكون ناجحه اخذ منها، بس انا شخصيتي مختلفه، ظروفي مختلفه، تفكيري مختلف. يعني لما نحكي عن تجربتنا الخاصه وقد ايه بتفيدنا بعلاقاتنا مع الاخرين، او قد ايه بتسقلنا نبني علاقات سليمه مع الاخر، كيف بتفسرينها؟ يعني انا كيف بتاثر تجارب الحياتيه على علاقتي بالاخرين؟ التجارب اصلا اللي انت بتمرق فيها هي خبره لإلك، يعني انت كل ما زادت تجاربك بالحياه، كل ما زادت خبرتك بالحياه، حلو. كل ما صار عندك نضج، رؤيه اكثر، وعندك فكره عن الاشياء اللي انت عم بتواجهيها. هذا اللي انت تفضلتي فيه، انه انا اذا شخص عمل تجربه وكانت ناجحه، ما ضروري اذا انا عملتها تكون ناجحه، ما اساسا يعني في كوبي بيست مثل ما بيقولوا، اكيد ما يمكن ما تنجح معي، بيجي بقول ليه ونجحت معه انا لا، ما اساسا ظروف الحياه كل المقومات بتختلف بيني وبين هيدا الشخص. لهيك اكيد نحن فينا ناخد عبر، فينا ناخد عبر من كتير تجارب ناجحة، طيب. من كتير تجارب فاشلة ونعدل عليها. مفهوم العبر تحديدا، يعني الدروس والعبر ماذا نعني بها؟ يعني دايما لازم تكون دروس هيك مفصلية مهمة، يعني كتير 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 قوية، ولا لا في دروس تبقى بسيطة ولكن إلى أهمية؟ هلا أصلا مثل ما بقولوا لك إنه الحياة هي مدرسة، شو يعني مدرسة؟ ما أنت المدرسة اللي بتتعلمي فيها. بتعلم. نحنا مفكر حالنا خلصنا درس، خلصنا دراسة، خلص ما بقى نحنا بحاجة لشيء، بس هو بالعكس، أنت لما بقولوا لك إنه أنت بتظهري من مدرسة اللي عم تتعلم فيها الأكاديمية لمدرسة الحياة، وتروح على مدرسة الحياة، هنيك ببلش عن جد التعليم الصح، هنيك بتبلش تتعلمي من أخطائك، من أخطاء غيرك، من الأشياء اللي عم بتصير حواليك. ونرجع منقول ما فينا نقيس كل تجربة أو كل درس صار مع غيرنا نقيسه علينا، لأن في كتير أمور بتختلف. رح نكمل هذا الفيض من الكلام الجميل معك أستاذي أماني بدران، متخصصة التنمية الذاتية، ولكن اسمحي لي أخذ اتصال حلقتي مع فضيلة الشيخ رامي بليب اللي صار معنا مباشرة على الهواء. يعطيكم العافية مولانا، والله يتقبل أعمالكم. السلام عليكم، يعطيك ألف عافية. وعليكم السلام مولانا. اليوم عم نحكي عن التجربة حياة، يعني والحياة تجربة، يعني أين موقع التجربة ومكانتها من الناحية الدينية؟ يعني كيف ينظر الدين الإسلامي إلى هذا الأمر؟ كيف يقارب هذا المفهوم؟ دائما هناك كمان صراع بين أنه علمتني الحياة أن لا أثق، أن لا أحب، أن لا، ولكن الدين يحثنا على العكس تماما. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام موصول لك أستاذة يمنى وإلى ضيفتك الكريمة وجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا. موضوع كهذا، التجربة في الحياة، أو مثل ما تفضلت لأنني كنت عم تابع، أو الحياة في التجربة، والذي قد يحتضن في طياته حياة أشخاص، ربما أمم بأسرها تكون موجودة ضمن هذه التجربة، يحتل رتبة بالغ الأهمية هذا الموضوع. لا يمكن استفاضة بالحديث عنه بالعجالة هذه، لكن سأحاول أن أقدم إشارات طفيفة. لا شك بأن الحياة كلها تجارب شتى، سواء سعيدة، حزينة، مرة، حلوة، وهي كل ما نمر به واعتدنا عليه في ماضينا أو في الحاضر أو المستقبل. لذا فإنه من الصعب إخراج التجارب من التكامل البنيوي لشخصية الإنسان وأفعاله. الإنسان يعيش في ظل مقومات سهلت حياته، كان الفضل فيها لأناس عاشوا التجربة واستخلصوا النتائج، فالتجربة هي أحسن معلم للإنسان. ورأس مال الإنسان عقله، وعلى الإنسان أن يعمل على أن يكبر عقله، ينمو، يطور، وهذا لا يكون إلا من خلال التجارب وحفظ التجارب. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: نعم. العقل حفظ التجارب. لذا على الإنسان أن يحفظ التجارب التي عاشها في مسار حياته، فلا يهملها، لا ينساها، لا يغفلها. أيضا مش تجارب لحال، أيضا أن يحفظ التجارب التي عاشها الآخرون. فإذا حفظ كل ذلك استطاع أن يأخذ من كل هذه التجارب
علما جديدا وفكرا جديدا وتطورا جديدا، لأن العقل دائما ينفتح على كل ما يلقى إليه من فكر ويولد من الفكر فكرا وينتج حياة جديدة. لكن يجب أن تتحول التجربة إلى موعظة. يقول أمير المؤمنين خير ما جربت ما وعظك، يعني أنه عندما يعيش إنسان التي قد تتصل بالجانب الإيجابي بحياته فيما ينبغي له أن يعمله أو فيما يجب أن يتركه، فقيمة التجربة ليست فيما ينتجه من فكر فحسب، مثل ما تفضلت ضيفتي الكريمة أنه قد تكون هناك تجارب لكن تكون سلبية على الإنسان، لازم ما يقوم فيها التجربة السلبية لكن يستفيد من هذه التجربة ليحولها إلى تجربة إيجابية. فإذا قيمتها تنبع من أنها تغير حياته من السلب إلى الإيجاب، لتكون هذه التجربة هي الواعظ الذي يعظه في أن يفعل يتعلم من تجربته. بس في ناس مولانا ما بيتعلموا أو أن يترك ما فعله من السلبيات، في ناس ما بيتعلموا أبداً، شو السبب هون؟ لابد أنه نحن نتعلم من هذه التجارب لأنه ما بيعرف هذا الإنسان ما هي قيمة هذه التجارب. فالتجارب هي علم مستأنف، يعني كل تجربة هي علم جديد. في الحقيقة كل حياتنا تجربة، في الطفولة، في الشباب، في الكهولة، في الشيخوخة، بكل مجالات الحياة. وينبغي أن تتحول هذه التجارب إلى ممارسات. يؤكد الإمام علي السلام في مسألة استنطاق هذه التجربة للعمل، بيقول إن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة. فإذا هو يقول أن مسألة الشقاء ليست في أنه الإنسان يجوع تارة أو يعطش تارة أو أنه هناك ضرر بالنفس بمكان معين، لا، هو عندما تكف عن الانتفاع من التجارب. فأي شقاء أكبر من هذا الشقاء؟ عندما يتوفر لك ما يرفع مستواك، ما تنتفع به في حياتك، تجربة أمامك، فتهمل ذلك كله لتبقى في حالة تخبط هنا وهناك، فراغ روحي فكري. والتجربة تقودك إلى مكان يمكن أن تستفيد منها. أيضا القرآن الكريم الذي هو دستور الحياة يؤكد على ضرورة اتخاذ الأسوة الحسنة، الأسوة الجيدة، أي الاعتبار من تجارب الماضين. ورد ذلك في عدة مواضع، بذكر ثلاثة منها. الأول في سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الموضع الثاني بسورة الممتحنة، بسم الله الرحمن الرحيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. الموضع الثالث بسم الله الرحمن الرحيم بسورة الممتحنة: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نرى الآيات القرآنية جمعت قصص وذكر الأنبياء، الصالحين، الملائكة، الشياطين، الأنعام، سير الملوك، المماليك، التجار، العلماء، الرجال، النساء، وفيها غير ذلك من أمور تدبير المعاش والسياسة وغير ذلك من العجائب، مما يشكل مادة حياتية موثقة بالتجربة. في هناك توثيق بالتجربة والبرهان، وعلينا أن نتأسى بهم، فنأخذ الإيجابي وننبذ السلبي. فإذا الإنسان عندما بدأ يتدرج في مراتب الرقي والحضارة، بدأ يتدرج من خلال اعتماده على تجارب الماضين من آبائه وأجداده، فتلافى ما وقعوا فيه من أخطاء وعمل على تطوير ما توصلوا إليه من تجارب. بسؤال أخير ومختصر يعني مولانا، عذرا يعني على المقاطعة، هو باختصار هذا آخر الكلام. كيف نتعلم من تجاربنا؟ يعني كيف نتعلم؟ لأنه في ناس مثل ما قلت لك من شوي أنه ما بيتعلموا أبدا. لا، نحن الإنسان الذي لا يعتبر من تجارب الآخرين بيكون مش عم بيفعل عقله. لأنه نحن قلنا التجارب، يعني أمير المؤمنين يقول التجارب علم مستفاد. فأني إذا ما بدي أجرب من الآخرين، أيضا بحديث عن أمير المؤمنين، أيضا الأمور بالتجربة والأعمال بالخبرة. كيف بأخذ الخبرة أنا؟ كيف بأخذ التجربة؟ 100%. العلم لقاح المعرفة، وطول التجارب زيادة في العقل، التجارب لا تنقضي والعاقل منها في زيادة. فإذا لابد الإنسان أنه يروح على تجارب الماضين، أن يقرأ تجارب الماضين، وأن أيضا يستفيد من تجاربه، أن يستفيد من تجاربه. في عنا مقولة شعبية بتقول إنه إذا لأهله ما بيعلموه الدهر بيعلمه. الدهر بيعلمه، صحيح. الدهر بيعلمه ليش؟ لأنه تجربة على الأرض،
التجربة على الأرض بيكون وقع فيها واقعية. واستخلص منها تطبيقية الحفر. وين السلبي وين الإيجابي وين الصح وين الخطأ فما بيعود. هل الطفل الصغير ما بعرف إذا عم فوت على علم خاص بضيفتك الكريمة، لكن الطفل الصغير معروف أنه خصوصا عنا بالمناطق نحن نحط مدفأة صوبة، هذا الولد الصغير أول مرة بيجي بيقرب حد الصوبة فبيلدع حاله بالصوبة بيحرق حاله، مرة تانية ما بيقعد ما بيقعد يقرب ليش؟ لأنه تعلم من تجربته. فإذا التجارب مهمة جدا لكي يقوم الإنسان بتشكيل حياته المستقبلية، بده يستفاد منها لحتى يشكل هذه الحياة. وين بده يروح؟ ما بيقول لا فلان عمل كذا، الأمم الفلانية فعلت كذا وكان الناتج كذا. فإذا أنا لما بشوف التجارب بقدر أنا أحصل على النتيجة 100%. ولما بيكون العقل سليم بيختار أين الصح وأين الخطأ. يعني قراءة مثل ما تعودنا من حضرتكم مولانا فضيلة الشيخ رامي بلايب، القراءة معمقة ومفصلة وهيك مكثفة وسريعة جدا رغم ما الموضوع المتشعب مثل ما قلت والمتداخل جدا واللي بيحتاج يمكن حلقات كتيرة. شكرا لكم على حضوركم الغني دائما عبر البشائر والإيمان. أهلا وسهلا مولانا، الله يتقبل أعمالك. أهلا وسهلا. بالعودة لحضرتك أستاذي أماني بدران، يعني استمعنا على فضيلة الشيخ وهذا هيك الفيض القرآني وفي الأحاديث الشريفة عن موضوع التجربة. بناء على الكلام اللي تفضل فيه فضيلة الشيخ في قول الإمام علي العاقل من وعظته التجارب، يعني مثل ما تفضل أنه الإنسان اللي ما بيتعلم من تجاربه أو من تجارب غيره منه عاقل، ما بيستخدم يعني عقله. يعني أنت بدك تتعلم من هالتجارب كلها اللي عم تمرق قدامك لحتى تسلك طريق صح، لحتى أنت تمشي بالطريق الصح. وإذا فينا نقول أصلاً العلم يقوم على التجارب، يعني العلم هو ثابت وناجح 100%، ما في أبداً خربطة فيه، قائم على التجارب. بيعملوا أول تجربة بيعملوا الثانية بيطلعوا بالنتيجة النهائية. هلأ الموضوع بيتغير شوي معنا لأنه إحنا مش ثابتين مثل العلم، يعني إحنا في عنا مشاعر، في عنا أحداث، في عنا إيه، ولكن لما نحن منشغل عقلنا ومنشغل دايماً واحد زائد واحد بيساوي اثنين، يعني إذا بتعمل هيك بده يصير هيك. هلأ وقت بتختلف شوي النتيجة، بتتغير شوي النتائج، بس في أمور ثابتة بالحياة. يعني يمكن بقوله إذا بتمشي بسرعة رح تعملي حادث، بتظن يمكن أول مرة تاني مرة تالت مرة، ولكن أنت ماشي بهيدا الطريق. صحيح. فلهيك كل هيدا التجارب بتعلمنا أكيد، ما في تجربة بتمرق هيك من دون جدوى أو من دون ما نحنا نستفيد منها أو نتعلم منها. بس نحنا بدنا نشغل عقلنا، نحنا بدنا نقعد نعمل دراسة لهالأشياء اللي عم بتصير قدامنا. يعني اليوم كل حدا ما بيتعلم من تجربته بحسب كلام فضيلة الشيخ وكلام حضرتك إنه هذا الإنسان لا يستخدم عقله. يعني هذا كلمة صحيح. كتير انه يمكن شوي قاسي عم نقولها، بس فعلا نحن كلنا ممكن نغيب العقل على فكره، انه مش شرط انه ما بيستخدم عقله انه انسان جاهل او انسان لا سمح الله غبي او لا او فاشل، ولكن اوقات نحن منغلب عاطفتنا بمحلات يمكن على عقلنا، ما بنعمل هالتوازن فنحن بنفشل بتجربتنا وما بنتعلم منها. هون الانسان طبيعي الفشل مثل ما قلتي. خلينا نحكي عن تجربه الفاشله، شو مؤشرات انه نحن مرقنا بتجربه فاشله؟ كيف بنقدر نحدد هذا الشيء؟ لانه نحن عندنا جهل انه بتجربنا. اذا تسألي أي حدا هلأ شو التجربة اللي أثرت فيك بالحياة بيقول لك ما بعرف أو بيقول لك ما بعرف. صح. ليه؟ لأنه نحن ما عم نتفكر بالأشياء اللي عم تصير معنا بحياتنا. نحن عايشين بطريقة روتينية أو الأغلبية، ما تمان عم نقول كلنا، يعني الأغلبية عايشين بطريقة روتينية. في أنا صباح بمشي بروح على شغلي برجع، وأوقات بتتكرر معنا نفس الحوادث. يعني أنا كل يوم بالشغل بيصير معي نفس الحادث أو نفس المشكل. طب ليه؟ لأنه أنا ما راجعت عقلي. والمراجعة كيف بتصير؟ يعني ما ضروري نحن نجيب ورقة وقلم ونقعد نسجل، مع إنه في ناس على فكرة تسجل بتقول أنا أخفقت هون بدي حسن، لتضلها تشغل عقلها تشغل ذكرتها. بس أنا ما ضروري هيك، أنا وماشي على الطريق فيني بلحظة تفكر أنا أفكر أنا الصبح ليه صار معي هيك؟ صار معي هيك لأنه أنا تسرعت، صار معي هيك مش ذنبي، نتيجة الشخص اللي كان معي. فهي لما أنت بترجع بتعيد دراسة الأشياء اللي صارت معك بحياتك اليومية وبشكل يومي، هون بتكوني أنت عم تتعلمي من تجاربك. وهذا الشيء كتير مهم لنا، أنه نحن عن جد نقيم حالنا، نقيم يومنا إذا بدنا آخر نهار، إذا بدنا بنفس اللحظة. مراجعة النفس مطلوبة والله سبحانه وتعالى بيأمرنا فيها دايما، بس نحن للأسف ما بنعملها بشكل عام. مش هيك بترجع بتوقع بنفس الغلط، تجي بتسألي حالك أنا ليش عم بوقع بنفس الغلط؟ لأنه أنت ما تعلمت من غلطك، مش لأنه أنت ما بتعرفي أو ما حدا قالك أو أنت ما التفتي لهيدي الناحية ليش صارت معك، ما قعدتي بينك وبين حالك وركزتي وشفتي وين الخلل اللي صار. يعني مثل ما أنت عم بتقولي أنا كيف بعرف إنه تجربة فاشلة؟ أول شيء لما أنا بكون عم خوض تجربة للمرة الأولى طبيعي إنها تفشل، يعني لأنه أنا
بعدني ما بعرف حيثيات هيدي التجربة، حيثيات الأمور كلها. تجربة جديدة علي فيها. صحيح، ممكن تفشل، أوكي فشلت، أنا حابة كررها. أنا لما بدي كررها ما فيني أرجع كررها بالصيغة الأولى اللي كررتها فيها، لأنه طبيعي النتيجة الفشل لما ما تغير شيء من المعطيات. بينما لما أنا بقعد بيني وبين حالي أنا ليه فشلت، أنا وين أخفقت، بصير بضوي على الأمور، فممكن التجربة الثانية تكون أنجح، تكون أفضل، يمكن تكون تجربة ناجحة كليا، يمكن يكون بعد فيها بعض الإخفاقات برجع بعدل. نفس الشيء الأشياء اللي بتصير بحياتنا، وأكتر شيء أكتر شيء بنصادفها بالتجارب الكبيرة، بالتجارب المصيرية واللي منها تجربة الزواج. بتلاقي أشخاص كتير بيخوضوا تجربة الزواج وللأسف بتفشل هيدي التجربة. هلأ ما فينا نفوت بالأسباب لأنه ممكن تكون عديدة جدا جدا جدا، بتفشل هيدي التجربة. فبناء على فشل التجربة الأولى ما بقى بيخوضوا تجربة تاني، لأنه بقول أنا فاشل بهيدي التجربة. طب يمكن يكون الفشل مش منك، من الطرف التاني، يمكن المقومات اللي كانت معك قبل. فأنا هون بدي راجع حالي، أنا ليه فشلت تجربة الزواج الأولى عندي؟ لأنه 1-2-3، لأنه أنا كنت أتسرع، لأنه أنا كنت أعصب، لأنه أنا ما كنت أتفهم الشريك، أو لأنه الشريك ما بيتفهمني، عقله مش عقلي. فأنا برجع بكرر هيدي التجربة وبرجع بعيدها، ولكن بنتبه بقصص وآليات جديدة، الثغرات اللي صارت معي بأول تجربة، وفي كتير أشخاص خاضوا تجربات. لازم هون أتغير أنا بمحلات، يعني لازم أتقبل أنه ممكن كون أخطأت. هذا عدم التقبل، أكيد لأنه أكيد ما في حدا ما بيغلط أساسا. في ناس، عفوا عزيزي، في ناس ما بيتقبلوا أنهم أخطأوا وما بيعترفوا بخطأهم، وهول الأشخاص من أصعب الأشخاص اللي ممكن أنه التعامل معهم، يمكن يستحيل التعامل معهم بمحلات. وهيدي أصلا مشكلة، هول ما بيتعلموا يمكن من أخطائهم من تجربهم. صحيح. هولي يمكن بيقولوا انه مثلا قول تجربه زواج فاشله مثلا، كل الرجال هيك وكل النساء هيك، هيك بنسمعها بالواقع. صح، هيدي بنسمعها اصلا بيومياتنا، واللي نحن خلاص بتنحفر بدماغنا انه لا كل الرجال انانيين، كل الرجال عم يظلموا المراه، او كل النساء كمان، او كل النساء مثلا ما بتفكر الا بحالها، او مين قال هيدي الاشياء. ما فينا نعمم، نحن نتيجه شغله صارت معنا ابدا ما فينا نعمم. وهيدول الاشخاص اللي انت عم تحكي عنهم، هيدول مش بس صعب نتعامل معهم، هيدول اصلا هن ما بيكونوا مرتاحين بحياتهم. مين قال لك انه الشخص هيدا بيكون مرتاح لما هو حاطط فكره وحده براسه وبنى عليها؟ ما بتكون يعني بيلاقي صعوبه بكل شيء ممكن يواجهه بحياته. صعب يتخلى عن فكرته. هلا نحن ما عم نلوم او نجلد اليوم، أكيد بس صعب. لا، في اسباب اساسا. يعني في اسباب بتلاقي اشخاص يعني بيقولوا هيك بالعاميه ملدوع من هيدي القصه، يعني صح صح، يعني في جرح نفسي عميق. صحيح، بتترك اثر فيه. فهو لما بيكون هيدا الانسان واعي وحابب يلتفت لهيدي المشكله لازم يحلها. هلا اذا هو قادر يحلها لحاله بيكون كثير منيح، إذا لا ممكن يلجأ لحدا مختص، ممكن يلجأ لمساعدة، من حدا يطلب مساعدة من جهات متخصصة أكيد لحتى يحل مشكلته ويرجع ينطلق بهيدي الحياة، لأنه الحياة مكملة والحياة طويلة والحياة فيها كتير عند تجربة كمان. صحيح، الحياة فيها كتير تجارب. في مثل روسي كتير مهضوم بيقول أول فطيرة لا تنجح. وهيدي كتير بتتكرر يمكن حتى مع ستات البيوت، أنه دايما أول طبخة بتعمليها ما بتزبط معك، أول كيك بتعمليه ما بيزبط معك. فأنت هون بتتعلمي أنه أنا ليش ما زبط معي، وبتصيري تمشي. ورغم أنه أوقات بيكون حدا قايلك عطيك المعايير المزبوطة، مزبوطة 100% وما بتزبط. طب ليه ما زبطت؟ هلأ هون على هذا الهامش هو مثل كتير معبر ودقيق، لو أنه هيك بسيط بمحلات معينة أنه أوقات ما بيرجعوا بيخوضوا تجربة الطبخ، خلاص بيقفلوا. صح صح، ما بيخافوا. أنا ماني شاطر. هذا بينطبق على التجارب، انه نحن ممكن نخوض تجربه نفشل فيها نخاف نرجع، لا لازم ارجع خوضها، لانه مقدمات النجاح ربما اغلبها الخوف، فشل. الخوف عائق قدام كتير اشياء بهيدي الحياه. اصلا نحن اي شيء ما بنقدم عليه، ليه؟ لانه نحن خايفين من الفشل. في شيء بقول انه معنى الفشل مقدمه للنجاح، هذا مش كلامي، كلام خبره بهذا العالم 100%. وحتى بقولوا لك اوقات انه الندم على اشياء انت ما عملتيها بالحياه اصعب بكتير من الندم انه انت عملتي شيء وفشلتي فيه. لانه انت لما عملتي شغله وفشلتي خلاص عرفت انه انا فشلت. جربتي. بينما انت لما ما بتجربي انت حتضلك ندمين انه انا يا ريت عملت هيدا الشيء. وكلمه يا ريت مثل ما بنعرف دائما ما بتفيد. كلمه يا ريت ما بتعمر. حلو نخوض يعني تجارب، بس بنفس الوقت امتالنا على فكره كتير واقعيه وكتير. صح 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 دقيقة. اذا بنرجع نحن للامثال، عن جد فيها شيء من الواقع. يعني الامثال ما طلعت من عبث، كان في تجارب عده لحتى طلعوا بهيدا المثل. هلا ما فينا ناخده 100%، بس كتير بينطبق بمجال معين بحياتنا. يعني في بلشت انا حلقه تسأل مجرب وما تسأل حكيم. صح صح، بس انه بمحلات طبعا لا لازم نسأل حكيم، بس بمحلات تانية عن جد عنده خبره وبيفيدنا يمكن كتير بمحلات. صح صح، ما فيها تنطبق على كل شيء الامثال، بس
بس هي لما بتتكرر تجربة ناجحة، وأكتر شيء بهالأمور اللي نحن بنعتمدها ببيتنا، مثلا صار عندك حرق صغير أنه سأليني أنا جربت وعملنا هيك، بس طبعا نحن بدنا نلتفت منين عم ناخد هيدي التجربة. في تجارب بتدمر الأشخاص، هيدا كتير يعني جوهر اللي عم تطرحي حضرتك. إيه يعني أوقات أنا بكون قاعدة مع شخص بخبرك أنه جربي اعملي هيك، أنا عملتها وكانت بتجنن. على نقطة التجارب الآخرين، هذا المحور الثاني اللي هو حكينا عن تجربة الشخصية كيف نستفيد منها وكيف ممكن نطلع من سلبياتها ونتعلم، لازم نراجع حالنا وحتى يمكن أنه ما لازم نغرق بالفشل، وقلنا يعني حكينا عن هذا الجانب. تجارب الآخرين، أي آخر مثل ما كنت عم تحكي حضرتك، أي آخر بدي أخذ منه أنا التجربة؟ هل يصح ومثل ما قلت لك ببداية الحلقة أنه اليوم وسائل التواصل فيها تجارب وتجارب مثالية وبالمقابل فيها أحباط من المتلقي، يعني أنا ليش حياتي مش مثل فلان أو فلانة يعني للأسف. تجارب الآخرين أي آخر بدي أنا ألجأ له؟ صح، هون كيف بدي حدد مين؟ هون نحن بدنا ننتبه لعقلنا، يعني ربنا عطانا عقل لنحن نستخدم هيدا العقل. أكيد أنا بدي بنهي، نحن جينا على هيدا الحياة وعم نتعلم من غيرنا، نحن كل شيء بهالحياة تعلمناه من غيرنا، بس نحن بنعرف كيف بدنا نتعلم ووين بدنا نتعلم ومن مين بدنا نتعلم. يعني مثل ما تفضلتي هلا على وسائل التواصل الاجتماعي، في أمور ما بعرف إذا هي بتكون مقصودة أو مش مقصودة، يعني بتفوتك بمتاهات كتير صعبة، بقولوا لك جربي هيدا الشغلة وعمليها وأكيد حتصير هيك. حتى هون لفتوني بمحلات في حدا يعني عم يطلع بنصائح للأزواج، يمكن عم جد عم تخرب أسر، نصائح صح كتير صح بشعة يعني صح. لهيك يعني أنا ما بدي أقول كيف ومين الأسماء وكذا، بس ولكن عم نصادفهم يعني كتير. ممكن الزوجة تطبق أو الزوجة تطبق هذا الشيء بالمية وتدمر حياتها نتيجة أنه كلمة سمعتها. طب أنا هيدي الكلمة اللي سمعتها ما بدي ابني هيدا الشخص اللي عم بيقولها من وين ناتجة عنه؟ ناتجة عن تجربة فشلة مرق فيها، ناتجة عن دراسات هو عملها؟ طب مين الشخص اللي عم بسمع له؟ هذا موضوع تاني كمان 100%. في أشخاص هي هون المشكلة، نحن بنصير نعمم التجارب أنه أنا صارت معي هيدا المشكلة وفشلت فيها، بطلع بعممها أنه ما حدا يقدم على هيدا الخطوة لأنه حيفشل. طب مين قال أنا فشلت بس غيري نجح؟ هي المشكلة ما نحن بنلحق على العمياني، أي شيء بنسمعه أي شيء بنشوفه بنصير ننتبه نتداول وبين بعض. ذكرتي أمر حضرتك أستاذي أماني بدران، يعني التقليد الأعمى، أنه منقلد منصير الآخر يمكن بمحل معين. طب هذا التقليد الأعمى عم بيخلي العالم الآخر متقدم، العالم يعني الدول الثانية متقدمة جدا، لأنه بتتعلم من تجربه وبتقدم أكثر على خطوة جديدة. نحن لا، بعدنا بمحلات منقلد ومنطبق بس شاطرين انه سوء حظي ومنندب حظنا، يعني بنغرق دائما بالحزن وبالذكريات المؤلمة للتجربة. ليش ما بنستحضر الذكريات الحلوة دائما؟ صح، والتقليد الأعمى هو هذا الكارثة. دائما بقولوا لك الغيرة مثلا قديش هي كلمة مش حلوة او انه صفة مش حلوة، حلوة بمطارح معينة، حلوة انا غار من الناجح وقلده طبعا بعقل وحاول اعمل مثله وجرب تجربته، بس طبعا على معاييري الخاصة فيي. يعني اذا انت مثل ما قبل شوي حكيناها، انت امتي بالتجربة ونجحت معك مش شرط انها تنجح معي انا هيدي التجربة، لانه في كتير معطيات. بس انا حلو حاول اقلد الشخص الناجح، حاول انا اتعلم منه، حاول امشي انا على هالطريق الايجابي او الجيد اللي هو سلك وانا بسلك وراه. فهيدي هي الفكره اللي بتفرق بين شخص وتاني، اللي بتفرق انه انا بين شخص عم بيشغل عقله وعم بياخد الاشياء اللي بتفيده ويترك الاشياء اللي ما بتفيده، بين شخص عم بيقلد تقليد اعمى. وبنصير نحن نتداول هيدي الاشياء انه ما بيسوى تعمل هيك لانه هيدا الشخص قال هيك. طب مين هو هيدا الشخص؟ وحكيه على يعني على شو مبني؟ شو هي المعطيات اللي انت بدك تعطيني اياها؟ دائما انا اي تجربه بدي خوضها، وبالتحديد اذا كانت تجربه كبيره وتجربه مصيريه، انا لازم ادرس هيدا الموضوع، ادرس شوف اذا غيري طبق هيدي التجربه كيف مشي فيها، شو عمل وفيني استفيد اكيد منه، وين اخفق فيني انا انتبه، وارجع قيسها على حالي، قيسها على المحيط اللي انا عايشه فيه. يعني انا بدي قيس هيدي التجربه، انا بتمشي معي بتزبط معي يمكن ما تزبط معي. يعني هيدي من آليات خوض التجربة. أكيد بدي يكون في دراسة، بدي يكون في آليات عندي أنا. بعد في إشياء ممكن تنصحينا فيها أنه لنخوض التجربة، لشو ننتبه أكتر شيء كمان غير هالإشياء، وكيف بتجاوز أنا تحديات هيدي التجربة؟ أهم شغلة نحن نركز عليها ودايما نلتفت لأنه نحن ما نيأس، انه دائما 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 بعد في امل، وانه دائما في طريق نحن فينا نسلكه. بتكوني ماشي بالسياره بتضيعي بالطريق، ما خربت الدنيا، بتدوري وبترجع، يمكن توصلي مأخرة بس رح توصلي، يمكن توصلي تعبانه بس رح توصلي. نفس الشيء بالحياه، يعني مهم انه توصلي. واكثر شيء انه هو العمر اللي هو ما بيوقف ابدا عائق. قديش العمر حلو بالتجارب، وقديش حلو انه انت بعد قادره تجربي، طالما انت قدامك عمر يعني انت بعد قادره تجربي. فهيدي لهيك نحن نضل حاطين براسنا انه انا قادره أجرب أي شيء بديه، طبعا مع دراسة ومع انتباه. أنا قادرة أعمل اللي أنا بديه لوقت ما بدي، ما في وقت محدد، ما في عمر محدد، ما في قيود تقيدني
إذا الشيء جيد طبعاً عم بيمشي. المشكلة عنا بمجتمعاتنا أنه الإنسان لما يطلع فوق 30 أو فوق 40 خلص مركن على خلصت حياته، علماً أنه النضج والتفكير الناضج ببلش من العمر. صحيح. يعني صحيح. الرسول الكريم نزل على الوحي بعمر 40 يعني. صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى يعني هو بتكويننا عطينا أنه النضج بهذا العمر. إذا أنت بعد 30 هون منبلش ناخد من تجاربنا نتعلم. عندك بعد أكثر من نص العمر يعني هاي يعني يعني تحديداً هون ببلش الإنسان ياخد عزيزتي من التجارب، يتعلم، يتعظ، يكون، يصير يفكر بطريقة صح. يعني لازم الإنسان من 40 يمكن ل 60 70 ببلش عنده الموعظة والحكمة تتكون. صحيح. يعني أنه نحن بالعكس ببلداننا بيحطوه على الرف ابن الأربعين. بس يعني ليكي بلشت شوي يمكن تتغير. كنا أول فترة لما أنت تفوتي على الجامعة تلاقي شخص عمره 40 سنة معك تتفاجئي. اليوم لا. هلأ لا، بلشنا نكسر هيدا الحاجز أنه طالما أنت، وخصوصا بالانفتاح اللي صار موجود عنا وكل الوسائل اللي صارت موجودة، بتلاقي شخص عمره 60 سنة هلأ عم يتعلم التكنولوجيا. مش غلط. رغم هذا الهجمة الثقافية المؤذية بمحلات كتيرة واللي عم تغير أيديولوجيات الدول. أكيد. عم تغير تفكيرنا نحن، عم تغير للأسف، عم تمس بعاداتنا وتقاليدنا. لازم ننتبه كتير منيح ما ناخد كل شيء، ولكن في محلات أنه عم تفتح العقل بسببها. صح. عم يتكوني ثقافة معينة، ولكن أنت بدك تدير الدفة. صح. هيدا هو اللي كده بقلوب الحياة بكل شيء، في جانب سلبي في جانب إيجابي. أنت بدك تعرفي حالك تعدلي وتوازني بين كل شيء بالحياة، وكل شيء له حسناته وله. نعم. سيئاته. قبل ما نختم حضرتك طرحت سؤال على صفحتي على الفيسبوك حول التجربة، رح نستمع إلى المشاركات وبتمنى أكيد يعني تقليلنا رأيك فيها. الحياة تجربة أعزائي الكرام، هو مثل ما قلنا عنوان حلقتنا اليوم، وحول هذا العنوان سألنا على صفحتنا شو تعريفك للتجربة وكيف نتعلم منها. الصديقة راغدة بتقول بمشاركتها، التجربة هي من أهم عوامل الحياة بحيث تعلمنا التغلب على الصعاب والأزمات وتصقل شخصيتنا. الزميلة مروة الحج بتقول برأيها التجربة هي نقطة تحول فينا نعتبرها بحياتنا، أو بكل تجربة بنمرق فيها منصير أقوى من قبل مهما كان نوع التجربة، لأنه التجربة بتخلينا نكتشف مواطن القوة والضعف فينا، ومرة على مرة منصير نواجه التجربة يعني بوعي أكتر وبحنكة أكتر وذكاء أكتر. صديق محمد شكر بيقول بمشاركته، أعزائي الكرام، قالوا قديما السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه، ولأن العمر أقصر من أن تقضيه لنتعلم من تجاربه أكثر من أن نقضيه لنتعلم من تجاربنا، فأفضل ما يمكن أن نصنعه لأنفسنا هو أن نتعلم من تجارب الغير. الاختصاصية والباحثة زهراء ملدان بتقول بمشاركتها، نصنف الإيجابيات والسلبيات ونقوم بالترجيح. على كل الأحوال كل تجربة يمر بها الإنسان هي مفيدة مهما كانت الاستفادة، ومرة بعد مرة نتراكم أو نراكم الخبرات. الصديقة المشاركة جمانة سويدان بتقول، التجربة هي خير معلم، وكل امتحان وتجربة نعيشها هي إضافة خبرة ومعرفة، ولا بأس أن يسعى الإنسان إلى أن يتعظ من غيره ولا يكون هو العظة فقط. والمشاركة الأخيرة هي تجربة شخصية من كاميلا بتقول فيها، درست القانون ولا أحبه وتفوقت وعملت كقانونية في البنك، ومن بعدها غيرت وفزت في الامتحان كموثقة لمدة 9 سنوات، بعدها استقلت وتزوجت والآن أعمل أجمل عمل وهو كأم، في مقابل أعمل كمان يعني بالمنزل، تعمل كمزارعة وعندي خلية نحل، وهنا يعني أحس نفسي أو أشعر بأنني ولدت من جديد، وهذا اكتشفته بعد مرور 40 سنة. يعني عن جد تجربة غنية مهمة. أعطوا وقت لأنفسكم وأتركوا الله يخطط في مكانك. يعني كل إنسان نترك لربنا هو حسن التدبير. صح. يعني استمعنا عزيزتي إلى هذه المشاركات، وكانت تجربة أخيرة بعد 40 سنة اكتشفت هي شو بتحب. كتير حلوة هي اللي عم بقلك إياها. أوقات مع العمر أنت بترجع بتكتشفي أنه أنا كنت بحب هيدي الشغلة، لأنه أنت أصلا ما جربتيها قبل. يعني انت قبل ما كنت مجربه ما خطيها، فانت ما بتنتبهي، بعدين لما بتخديها بتلتفتي لحالك انه عن جد انا بحب هيدا الشغل ما كنت انتبهت لقبل. يعني المشاركه الاخيره خاضت مجموعه تجارب بحياتها على مدى سنوات طويله، رجعت ضلت مكمله، وصلت اخر شيء وصلت لشغفها. صح.
صح وصلت صح. انه الام اعظم دور، يعني الامومه هيك نحن بنشير لكل حدا بنحكي حالنا قبل أكيد. ما نحكي الاخرين مستمعينا ومشاهدينا، من اعظم ادوار الحياه هو الام صح. لانها عم تبني انسان. اجمل تجربه اساسا بتخوضيها بحياتك بعيدا عن كل التجارب الناجحه اللي بنمشي فيها، اجمل تجربه هو ان انت تكوني ام. للاسف اليوم عم بيحاولوا يقولوا للامات هون على الهامش، لازم نوصل هالرساله، عم يحاولوا يحرفوا الام عن دورها للأسف. بيشغلوها بتحقيق الدور المقدس، تحقيق ذاتها ضروري جدا ولكن بالتوازي مع عائلتها. صحيح ما بيتعارض، العائله لا تعوض. اكيد اكيد. طيب يعني نحن تقريبا يعني بعد معنا تقريبا 5 دقائق إذا فينا نقول بدنا نحكي شوي عن التحديات ممكن نمرق فيها، كيف نتغلب عليها، يمكن بلشت تشير لبعضها. خلينا صح. نقول أنه نحن تجربنا السلبية كيف نصحح ونصوب مسارها لتصير إيجابية. نحن هلأ بصير معنا موقف منروح دغري كوما ذكريات صح. مؤلمة صح. صح. منبكي على الأطلال يعني صح. للأسف كلنا، ودائما ما بناخذ من تجربة الماضية أي عظة، نوقع بنفس الخطأ. خصوصي من النواحي هيك بدي أكد عليها العاطفية، علاقاتنا العاطفية نحن كتير اليوم عم تحبط أشخاص، بتشوفي على الفيسبوك يعني صحيح. مناحة كبيرة تركني صح. وتركته وفترقنا وقصص كتير اليوم. كيف نقدر نبني على تجربتنا العاطفية تحديدا؟ ليه عم بسأل هالسؤال؟ لأنه العاطفة كتير بتغلب عنا. صحيح صحيح، خصوصا نحن النساء يعني بتلاقي مثل ما تفضلتي عم نشوف على الفيسبوك بجروبات معينة بيحطوا مشاكل لقلهم، أكتر مشكلة عم بيواجهوها خصوصا الصبايا اللي بعدهم شوي أول يعني أول عمرهم عم بيواجهوا هيدي المشكلة. طب ما أنت لازم تفهمي أول شيء براسك إنه الحياة ما بتوقف عند حدا، أنت لازم تشتغلي على شخصيتك لتقوي شخصيتك لتكوني قادرة تواجه أي مصاعب ممكن تواجهك بالحياة. لهيك أنت بدك تكوني خطي أول تجربة أوكي فشلتي فيها، فيك تخدي تجربة تانية، ولكن التجربة التانية بتخديها ما بدها تكون نفس التجربة الأولى. هيدي اللي قبل شوي نحن حكينا فيها أكيد يعني. أنت بدك تشوفي شو سبب المشكلة، ليش أنت واجهتي مشكلة، ليش فشلت علاقتك العاطفية، وعلى أساسها بترجع بتخدي تجربة تانية، يمكن كمان تفشل بتخدي تجربة تالتة، بس أهم شيء أنه أنت تكوني محصنة حالك ضد هيدا الفشل اللي أنت بدك تواجهيه. وبكل شيء بالحياة كمان، مش بس بتوقف على العلاقة العاطفية، أنا بمجال معين بمجال شغل فشلت بدي أرجع أجرب مرة تانية، يمكن ارجع افشل مره ثالثه، يمكن ارجع افشل، مش غلط، انا هو حاتعلم منهم، انا هيدول حيقووني، انا هيك بدي احط ببالي لا. مش انه عم بيدمروني يعني انا فيني. لهيك في اشخاص كتير بتلاقي تدمروا من علاقه عاطفيه. طب ليه؟ ما انت بدك تشوف حالك، انت بدك تقوي شخصيتك، انت بدك تقوي حالك شوي لانت تقدر تخوض كل تجارب الحياه. على مستوى العمل كمان لازم الانسان اذا فشل انه هي في شغله بتصير انه المتنمرين كتار، المحبطين اللي حولك بيكونوا كتار صح. لازم نسكر دينتنا لاي حدا عن جد ما نشتغل على حالنا ونحن نقنع حالنا يعني ما نخلي الاخر يمكن يتدخل اذا بتوافقين الراي بحياتنا كتير. مش بس هيك ما ياثر علي، نحن طبيعي كتير ناخذ باراء الاخرين وطبيعي نتاثر فيهم، واكثر شيء بمحيطنا اللي احنا عايشين فيه اللي هو العيلة الأصدقاء الرفاق نحن كتير منتأثر بحكيهم، بس الفكرة نحن نعرف حالنا كتير منيح نعرف شو الصح وشو الغلط ومناخد بآراء الآخرين وبانتقاداتهم البناءة ونبني عليها أكيد التجربة هيك دايما نربطها هيك ولو على الهامش يمكن حنحكي شوي عن كبار السن على الهامش لأنه هذا الموضوع لحاله بده حلقة بمحل معين كبار السن عندهم حكمة وعندهم موعظة هيك قديش بتنصح اليوم هذا الجيل اللي بعيد كتير عن كبار السن وللأسف يمكن ما عاد الاعتناء بكبار السن أو ما عاد له هالمقام بكتير من البيوت للأسف الشديد نقول نحن منأكد لازم نقعد مع كبار السن ناخد منهم ندردش معهم نصغيلهم هني كتلة تجارب صحيح. أنا كتير بشجع يعني هلأ نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي اللي عملت العمايل بكل من كل نواحي حياتنا أنا كتير بشجع بكل بساطة. نرجع نلتفت للناحية الاجتماعية بحياتنا نحن بالنهاية كائن اجتماعي عايشين بمجتمع نحن بدنا نتفاعل بهيدا المجتمع. أنا إذا ما قعدت حكيت مع أهلي ومع بيت جدي ومع جيراني ومع ما أنا طب كيف بدي كون شخصيتي؟ ما فيني أنا عبر شاشة، أنا ما فيني هيدا الشاشة التليفون اللي حملته بإيدي هو اللي يسقل لي شخصيتي. أنا بدي أسمع لك تجربة إنه مش مبني على قيم تشبهنا صح. هون الخطورة. أنا كتير بشجع يعني أنت من ناحية في ناس بتقول إنه هيدول الكبار بالعمر خلص مرق عليهم زمن وخلص، لا بالعكس نحنا كتير حلو نفعل عاداتنا الحلوة، نفعل التقاليد اللي كانت موجودة عنا اللي هي كتير حلوة، نعدل ببعض التقاليد اللي ممكن ما تواكب عصرنا 100%. بس إذا بنرجع لقبل كان في عن جد يعني شو بيسموها مبادئ كتير حلوة اللي هي المبادئ يفترض ما تتغير يفترض ما تتغير يعني ولا بتتعدل. فينا ناخدها من كبار السن فينا نحكي معه ونستفيد منه ناخد اللي بيناسب عصرنا أكيد. ولاحظي الأشخاص اللي دايما بيقعدوا مع كبار السن بالتحديد بتلاقي عندهم حكمة يعني بتلاقي شخص عمره 20 سنة وعنده حكمة
فهيدي الحكمة اجت من وين؟ نتيجة قعدته مع كبار السن، نتيجة الأحاديث اللي هو عم بيخدها، نتيجة التجارب والقصص. القصص إلى يعني أثر كتير حلو بحياتنا. كتير نصائح من كبار السن أكيد كمان أكيد بحياتنا. أكيد كتير حلو، كتير حلو عن جد نستمع لهالأشخاص. نحن وقتنا تقريبا انتهى، بعد عنا ثواني معدودة، إذا بتحب هالكلمة أخيرة قبل ما نختم. أنا بتمنى يكون عن جد فدنا حدا أو قدمنا نصيحة ولو هيك أكيد بسيطة. أكيد ما في شك. لشخص أنه عن جد يتعلم ويراجع حساباته دايما دايما دايما. يعني أنا بدي أشكر حضورك الغني ما شاء الله عنك، يعني أستاذي أماني بدران متخصصة بالتنمية الذاتية وأيضا بالمهارات الحياتية، يعني أفضت وأجدت ما شاء الله عنك. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع أعزائي الكرام بده كتير حلقات وبعد فيه، ولكن كخلاصة عن جد خلينا نتعلم دايما من حياتنا، نراجع أنفسنا دايما كل يوم ونتعلم ونصغي للآخر يعني، ونأخذ الشيء الإيجابي منه. أنا بدي أشكر حسن متابعتكم أعزائي، وكمان الشكر موصول لفضيلة الشيخ رامي بليبل. إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.